طيب خلينا قبل ما نخش على الصحف العالمية زي ما متعودين في المحترف هقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة. كريم بنزيما طبعا بعد انتهاء مسيرته مع الريال بيوقع مع اتحاد جدة السعودي. خلاص وقع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم طبعا ريال مدريد عقود انتقاله لاتحاد جدة أكيد لتدعيم الصفوف العميد في الموسم القادم. بحسب تقارير صحيفة اليوم الاثنين أو صحف النهاردة الاثنين أعلن طبعا المرنجي في بيان رسمي امبارح رحيل كريم بنزيما عن الفريق بعد الحقيقة مسيرة مميزة استمرت 14 سنة في البرنابيو. طبعا فابريزيو طبعا خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر من خلال حسابه على تويتر وقال وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة. كمان أضاف أن عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد ليونيو 25 ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي. وتابع كمان وقال راتب بنزيما هيقترب إلى 200 مليون يورو سنويا ده بيشمل عقود طبعا العقود التجارية والمتغيرات إذا كان في حصول متغيرات أو بونص من خلال هذا التعاقد. ختم التويتة وقال بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد يوم الثلاث في مؤتمر صحفي وهيسافر بعدها مباشرة إلى السعودية. خبر طبعا تاني ميزانية ضخمة جدا جدا من أجل صفقات ريال مدريد في الموسم أو في الترانسفير الصيفي اللي جاي بيجهز ريال مدريد الحقيقة ميزانية كبيرة جدا لإبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي. ووفقا لبرنامج طبعا عرض هذه الميزانية الضخمة للصفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي اللي بتقدر ما بين 300 إلى 400 مليون يورو. طبعا ريال مدريد بيسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بعد طبعا رحيل كريم بنزيما. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم بعض التقارير قالت ان المرنجي بيسعى للتعاقد مع الانجليزي هاري كين طبعا هداف من هدافي البريمير ليج ونجم توتنهام ويمكن خصص 80 مليون يورو لانتقال هاري كين. تقارير اسبانيه كمان والمانيه قالوا ان ريال مدريد على اعتاب اعلان صفقه الانجليزي بلينغهام طبعا لاعب بروسيا دورتموند بمقابل يتخطى ال 100 مليون يورو. كمان ريال مدريد زي ما حضراتكم عارفين كان نجح الموسم ده في حصد لقب طبعا كاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي وكاس الملك اسبانيا تحت طبعا المدرب الايطالي الشهير كارلو انشيلوتي. طيب في خبر كمان معانا ما يخص ميسي، يعني بعض الاخبار عن ميسي الحقيقه كانت بتقول انه بيقترب بشده الى الهلال السعودي بعقد خرافي ولكن طلع والد ميسي وقال نجلي يريد برشلونة. خورجي ميسي طبعا والد الأرجنتيني ليون ميسي قال إن نجله يريد العودة مجددا لصفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال من خلال التصريحات نقلها لصحفي أسباني بشبكة ريليفو قال إن ميسي يريد العودة إلى برشلونة وأنا أحب أن يحدث ذلك. الحقيقة الأخبار سريعة جدا لميسي وبيقولوا ميسي أو والد ميسي متواجد دلوقتي في برشلونة لإنهاء التعاقد. بالطبع برشلونة خيار مناسب جدا جدا على لسان والده لميسي وتقريبا نهاية مشواره القروي في نادي برشلونة. كمان والد ميسي قال إن يعني هيعمل اجتماع النهارده مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في منزله من أجل مناقشة الصفقة. قال كمان أو عدة تقارير قالت صحفية النهاردة الصبح أن برشلونة حصل على موافقة كمان رابطة الليجا لإبرام التعاقد مع ميسي. ودي كانت على فكرة نقطة خلافية كبيرة جدا، ما كانش قادر ميسي عايز يروح لكن كان في بعض العقبات بالنسبة للحالة المالية للليجا الأسبانية ما صرحتش، لكن النهاردة كان في موافقة من الليجا الأسبانية على الميزانية المطروحة من لابورتا رئيس النادي الكتالوني. طبعا زي ما بنقول حضراتكم عارفين ان ميسي طبعا 35 سنة وقضى موسمين بقميص البي اس جي باريس سان جيرمان حقق من خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين وكاس السوبر الفرنسي مرة واحدة. واصبح ميسي طبعا صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية، كل الناس بتترقب يعني
والجميع ترقب ثلاث جهات محتملة. بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم الهلال السعودي، وبنتكلم على انتر ميامي الأمريكي، أو العودة إلى برشلونة. وتقريبا دلوقتي التقرير بتقول هي الأقرب طبعا لرجوع ميسي تاني إلى برشلونة. يمكن الأسبوع اللي فات كان كمان بعد التقرير قالت إن الهلال السعودي خلاص قدم عرض خرافي لميسي، وميسي على أعتاب الدوري السعودي. وكان في قبليها بعض التقارير بتقول على مسؤوليتها إن طبعا ميسي عايز يرجع أو يروح أمريكا مع الأسرة لنهاية مشواره التاريخي الحقيقة في كرة القدم.